المعترف به من حملة الشهادات الجامعية، وهنا تكمن يعني بدون ليست كارثة أو مصيبة، تكمن المأساة. كان العدد يزيد عن 350 ألف من الذكور والإناث. اللي بنتحدث فيه كمان خلال ما تبقى من هالدقيقتين إن إنتاجية مرتفعة، وهذا يعكس حقيقة على التوظيف مباشرة مش بالمنطقة بصدق، لأن امبارح كان الخبر فأنا بضحك. 5 مليار دينار، الزراعة 400 مليون دينار، أرقام بسيطة بالنسبة. هاي استراتيجيات أنت الغايبة، الغايبة الغايبة عندك أنت السياسة. موضوع المساءلة، أنا إذا ما نفذت لازم حدا يحسبني. أنا أقول لك عيلتي، أنا عيلتي وشركة خاصة. أهلا وسهلا بكم جميعا في دارة منبر الأمة الحر وثاني ندوات. وجود هذه العقبات الاستثمارية أمام المستثمر سواء المحلي أو الخارجي هي عدم وجود استراتيجية اقتصادية للدولة ينبثق منها خطط وطنية عابرة للحكومات، أي أن كل حكومة لها خطة استراتيجية تختلف عن التي قبلها، فكل حكومة تأتي نبدأ من جديد من نقطة الصفر، وهذه حقيقة أمام المعيقات الكثيرة التي يواجهها المستثمر سواء المحلي أو الخارجي لن يكون هناك حلول لها إذا كل حكومة جاءت باستراتيجية مختلفة. فلا بد أن يكون هناك سياسة استثمارية للدولة ينبثق عنها استراتيجية اقتصادية، ومن ثم خطط، هذه الخطط تتحول إلى خطة تنفيذية على أرض الواقع. هذا كله لن يتم حله إلا إذا عدنا التركيز نحو القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية في سلسلة القيمة وفي حسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من قطاعات إنتاجية وقطاعات صناعية. فيجب في الأصل توجيه الاستثمار لحماية الإنتاج المحلي وتوجه الاستثمار في الصناعة المحلية. يجب على الحكومة أن تحفز زيادة الإنتاجية وزيادة الإنتاج، مما أيضا يساهم في توسيع القاعدة التصديرية. هذا كله سيجذب العمالة التي تأثرت في القطاعات الأخرى، والقطاعات أيضا اللي عبر السنوات الماضية فاقمت من مشكلة البطالة. فهذا المطلوب من الحكومة، أن تدعم القطاعات الإنتاجية، القطاعات التي تشغل أكبر عدد من الأردنيين. قبل ما تداهمنا جائحة الكورونا، هذه الندوة قيمة جدا لوجود كوكبة من الاقتصاديين والمستثمرين الذي رفضوا للبلد استثمار عالي المستوى، وأمثال الكوكبة اللي أنتوا طبعا شفتوها. إحنا بدنا هذا المخرجات بتوصيات معينة نخرجها لصناع القرار ونقدمها على طبق من ذهب، إنهم هن عندهم القرارات اللي ممكن يطلعوا منها بفائدة للأردن كاستثمار، كتغيير واقع من هالمشاكل والإشكاليات اللي عمالنا بنشوفها، إنه نغير من هذا الإشي. كل تعاطل عن العمل، لكن هل هذا العمل يحقق لي أمان وظيفي؟